سعادتي، كان بناء على حكومة النرويج يعني نثمن مساهمات الدول المضيفة في المنطقة، والأردن ومصر، وأيضا هذه الأزمة هي يعني يجب أن نعمل لعمل المساعدة الإنسانية، ويجب هي يعني لخفق لعدم قدرتنا على حماية المدنيين، وكيف نستطيع أن نجعلهم يحصلوا على ما يريدون للحياة. الوضع واضح وضوح الشمس، هذه التزامات واضحة لجميع الأطراف ليضمنوا أن تلبية الحاجات المدنية الآن، ليس بعد وقف إطلاق النار ولكن الآن. كانت هناك معاناة لمدة 8 أشهر، ولا يوجد هناك أي مكان آمن، لا يزال الرهائن قيد الاعتقال، وهناك آلاف من العاملين في المجال الصحي قتلوا، بما فيه العاملين في الأونروا، وهذه وصمة في ضميرنا الإنساني. يجب أن يسمح للعمالة في المجال الإنساني أن يقوموا بعملهم بطريقة آمنة، ويجب أن تركز الأونروا وتقدم لها المصادر لمساعدة الناس في غزة. وكان هناك إسهامات، ولكن لا يزال التمويل هو غير كافٍ. النرويج تنوي لتقديم حوالي 100 مليون دولار في السياقات المساعدة الإنسانية في 2024 لمساعدة فلسطين. نحن ندعم الدور للأمم المتحدة للاستجابة في الأزمة في غزة، ويجب أن نضمن أن كل دولار يوضع في المكان المناسب لمساعدة الناس في غزة. وأيضا نؤكد أن قرار الأمن 3025 يلزمنا بإيلاء المساعدة للنساء والفتيات في خضم النزاعات. النرويج تدعم الطلب من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم وإطلاق للرهائن، وأيضا حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. الاعتراف بالنرويج، الاعتراف النرويج بفلسطين هو يساهم في حل الدولتين. الدعم يجب أن يقوم الشرعية، ويجب أن تدرج السلطة الفلسطينية في جهود إعادة الإعمار، ويجب أن ندعم الحكومة الفلسطينية لتكون مسؤولة عن كل فلسطين وبناء غزة والضفة الغربية. أشكركم.